لو الحكاية فيها إن فيجو. هتجيب يا عم ضو زي الناس. عليه واللي ليه ويتعمل له محضر، انما يتاخد في اوضه في الاوضه دي ويتكسر ايده والراجل عمال يصرخ جوه والناس واقفه مش عارفه تعمل حاجه. ايا كان انا ما اعرفش، انا لقيته انا طالع لقيت واحد بيصرخ جوه عمال يقول هتكسروا ايدي. عشان في ناس دخلت الحفله، هو كان عايز يخش حفله فهم دخلوه كده. ايا كان هو عمل ايه ما ينفعش اللي يتعمل كده. اقسم بالله الظابط بيعامل معامله غير ادميه خالص، اقسم بالله. ده حضرتك انا بس انا فريق.